حننت إلى رؤياك مجد الرحيل مجد الرحيل فنبع الصبر قد نطوى ما كنت أحسب قبل هنا جب القبة البئر حكايات بلا قرار من يوسف الصديق الأثير لأبيه إلى بئر زمزم المعجزة المستدامة ولحلب العريقة آبارها التي تنبع عذوبة وعطاء لكن بئرنا اليوم الرابض في حلب العتيقة على مشارف سورها القديم يحمل في طيات اسمه تناقضا عجيبا فهو جب القبة كما يحلو للحلبيين أن يطلقوا على بئرهم اسم الجب لكن كيف يجمع هذا الاسم بين أعمق نقطة تحت الأرض في داخل البئر وأعلاها على قمة القبة هل يكمن السر في صاحب الحي؟ الذي ينسب الحي له وهو ابن نصير بن داغر العنيد الذي كان من أشد الناس عداء للإسلام ثم من الله عليه بالإسلام فحسن إسلامه وانتقل من ظلمة البئر إلى قبة المجد فأكسب الحي ذلك المسمى العجيب أم أن قبره الذي حوى جثمانه في طيات الأرض وجامعه الذي بني فوقه تعلوه قبة تتنفس عبير المجد من ذلك الزمن القديم هو ما أكسب الحي مسماه لا نعرف تحديدا لكن الذي نعرفه يقينا أن حي جب القبة من أحياء حلبنا القديمة العريقة والذي يبعد عن قلعتها الشامخة 5 دقائق سيرا على الأقدام وعن حي باب الحديد 10 دقائق فقط وقد كان يوما ما مركزا لمدينة حلب لأنه ملتقى للعديد من الأحياء الفرعية داخل وخارج سور المدينة العتيقة تمشي في حاراته المعتقة تستقبلك الخانات والفنادق العريقة ويفتح لك فندق بغداد الكبير مصراعيه داعيا لك للدخول إلى عمق التاريخ تحتفي بك عوائل حلب الكبيرة مثل آل عكو وآل سمرلي وآل جبقجي
وآل النجار، وتستضيفك محال الجبنة الحلبية لتتذوق أشهى الأجبان، وتبتاع أحسن الصوف والخيطان، تعطش فيرويك سبيل الجب، روح حياة وإحياء، وتقودك قدماك وأنت تعبر الحارات الضيقة إلى أطلال سوق الإبل، ليداعبك أطفال الحي ويدعونك للعب الإجلال معهم، وفجأة يتغير الجو ويرتج المكان، وتشتم رائحة بارود ودخان، تغيب الرؤية ويشعل للحرب فتيل ويرخى زمام، وتتناثر الإجلال وتتناثر معها أصابع الأطفال، وتتبعثر الأحلام، وتفتح عينيك على أشلاء ممزقة ودماء زكية طاهرة تجري في أزقة الحي، هي دماء أبنائه الطيبين اغتالتهم يد الطغيان في مجزرة كتبت الجدران تاريخها وتفاصيل أخبارها، وترفرف الأرواح الطاهرة وتدمدم وهي صاعدة للسماء، يا نار كوني بردا وسلاما على أبناء الحي، بورك الوطن وبورك بالدم المكان. أن الرحيم.